اهلا بيكم. في حلقه النهارده هنستكمل الجزء الثاني من حوارنا مع استاذ ابراهيم عبد المجيد عن ثلاثيه الهروب من الذاكره اللي صدرت خلال الدوره 52 لمعرض القاهره الدولي للكتاب، واللي اذعنا الجزء الاول منها الاسبوع الماضي. لا انا بالنسبه لحسام مهدان والشيخ يسري، جزء كبير منه حوار في حياتنا المثقفين بنقوله وكتب قريناها، يعني سواء ده او ده فبيتحول لحوار، لكن في النهايه هم بين اربع جدران، فبيحب مش بيحب بعض، بيغفروا لبعض. يعني لما جه حسام في الاخر بس راسه وقال له انا ما اقصدش كلام ضد الدين، انا بقصد كلمه الدين قافلين الشعور دي، مش الدين نفسه، لما تفسير الدين والناس اللي بتقول الناس بتصبر الناس بتقول لهم يعني لا خروج على الحاكم في اول انتظار المهدي المنتظر او كده او بتاع، لكن انا بحب الاسلام وكده، يعني عارفه لازم يتصفوا الاخر لانهم في الاخر مسجونين، مش في الحياه، يعني هيسيبوا بعض ويمشوا يعني. فده شغل الفن بقى، يعني مش مقصود بيه حاجه، لان انا شخصيا ما اقدرش اقول قصد كل حاجه، في حاجات بتحصل غصب عني في لحظات الضعف الانساني للشخصيات او باول قوه، هي بتتصرف مش انا، انا بس دوري كله في المراجعه ان يبقى في صدق فني. فلما يكون بين اربع جدران يبقى الصدق الفني متصافي، مش ان هم يقتلوا بعض، لو اختلفوا وقتلوا بعض هيدخل البوليس ياخدهم ويحاكمهم ويقدمهم، لان السجن مش غايب عن الحراسه يعني. انما الصدق الفني يخلي بين الاربع جدران الناس تتوائم مع بعضها، لدرجه ان هم قسموا النهار مثلا معاهم مباريات مهربه، يسمعوا قران بالنهار واحاديث دينيه ومحطات دينيه، وبالليل يسمعوا موسيقى على اساس انهم محاصرين يعني. فده الصدق الفني، لكن سلوك الشخصيات اللي اساسه الصدق الفني واساسه المكان والزمان مش انا اللي بعمله، لان انا لو انا بعمل كل حاجه في الروايه يبقى مفيش اشخاص، ده انا الروايه بتركبني يعني. الناس متصوره المؤلف ده عارف كل حاجه، المؤلف ده مسكين، ده انا لما اتنقل من واحد لواحده ببقى من راجل لست وانا قاعد، وانا ابراهيم عبد المجيد لراجل ست في حالي، فبتكلم زي الستات وانا مش ست، واتكلم زي الحراميه وانا مش حرامي، واتكلم زي المجانين وانا مش مجنون، واكتب زيهم. على ما اخلص الروايه اكون اتهبلت يعني، عارفه الناس فاكره المؤلف ده عارف بيعمل ايه، والله ما عارف. هو مشكلته انه يعيد الكتابه مره واثنين عشان ما يخليش واحد ضعيف مثلا الشخصيه بيتكلم كلام واحد قوي، او واحد مثلا مقاول يتكلم كلام استاذ هندسه او استاذ زراعه او كده، او قاضي يتكلم كلام ما يتفقش مع القاضي يعني وبلغته. ده دور الكاتب، الصدق الفني ده انا بدور في الشوارع عليهم، يمكن دلوقتي قله الحركه والاصابات اللي عندي، انما انا كنت بنزل ادور عليهم في الشوارع، واقف قدام القهوه او البيت وافتكر لا ده في روايه مجنون، اقدر اشوف امشي واعمل تاني. وفي واحد منهم في الروايه بتاعت في كل اسبوع الجمعه كنت مسكنه في الشارع اللي مودي على قهوه التكعيبه ده، قعدت كل يوم اروح على طول، كل يوم انا عدي عاوز اطلع له وافتكر اللي مش هو، خدت عبوب مهدئ عشان انساه، كان تعبني جدا لان هو شخصيه حلوه قوي في الروايه، شخصيه واحد وجودي شايف ان العالم ده ملوش لازمه، والعالم الحقيقي هو في الفن التشكيلي، والعالم اللي هنشوفه ده زائل وحاجات كتير يعني. ده شخصيه متخيله تماما؟ فيها افكاري يعني، فيها افكاري الفلسفيه وكده وبتاع، انا مغرم بالاغتراب اصلا بالوجوديه، بس طبعا هو مبرر ليه في الروايه ان هو مسكين، اول واحده ماتت منه وبعدين تاني واحده برضه ماتت منه، وبعدين الثالثه خدها وراح بيها بعيد قوي في العجم عشان يبعد عن الناس والعين وبتغرقت. الموضوع الاغتراب ده متوزع على شغلي كله، لان انا مدرستي فلسفه، انا طبعا في شبابي كان مفيش غير المركزيين وكده، مش فيه اخوان ولا حاجه في زمان يعني، فاحنا كلنا كنا في حاجات شيوعيه سريه والكلام ده وبتاع، بس انا كنت ميال للوجوديه جدا، وكان عندي الشيزوفرينيا دي يعني، بالنهار مثلا في اكتباعات ومحرقات ونطلع ونروح هنا وبتاع ومنشورات وما اعرفش ايه، لكن بالليل انا مع العالم غريب، لذلك سبت الاحزان الشيوعيه دي بدري يعني، وخمس سنين فيها ومشيت يعني. الوجوديه مسيطره عليا، واساسها مش كمان دراستي، انا كنت عايش في كرموز في اسكندريه، الغرباء كتير جدا وكلامهم حلو وخيالهم جميل، وكان في طلعت المحموده اللي راحت يعني، كان المرجليه تيجي من الصعيد واحنا بنلعب كره شراب على الترعه، فنقعد معاهم يحكوا لنا رحله كلها اساطير، ازاي طلعت لهم عروس البحر، وازاي طلعوا قطاع الطريق، وازاي كذا، كلها خيالات هم اللي عملوا لي كاتب الناس الغريبه دي، فحكاياتهم كلها غرائب، واخد بالك انت؟ ف والدي كان شغال في سكه الحديد، كان بيسافر الصحراء كتير وياخدني معاه وانا صغير، فاشوف الناس كلها غرائب، الاقي واحد ماشي يغني في الصحراء، اقول له بيغني ليه؟ يقول لي ما هو البدوي ماشي في الجبل، مفيش غيره، فبيغني يعني سواء جعان او شبعان، لان مفيش غيره عشان يبقى موجود، يحس انه موجود ويغني وسعيد، رغم انه مش حاجه تسعد بس هو احساسه بالوجود، يعني عارفه تلاقي مثلا قصص كتير عندي عن واحد مستني حد وما جاش، قريت طبعا في الادب بقى الكلام ده كتير كمان، روايات كده اذهلتني يعني. يعني خلت اعتقادي الوجودي ده او احساسي بالاغتراب اساسي، منها مثلا صحراء التتار بتاع دينو بوتزاتي،
سهرات تطور مثلا البطل خرج من مدرسه عسكريه ورايح يروح هتحرس قلعه على حدود المدينه تحمي المدينه من التتار. رايح سعيد جدا راكب الحصان ورايح سعيد. قابل القائد القديم اللي عنده 60 سنه طلع على المعاش قال له انت لو جيت تحكم بلدتين تبقى قائد القائد طبيب بدني. قال له اتمنى لك اقامه سعيده وجات حياه ودخل قعد 60 سنه ما جاش التتار ورجع عجوز قبله شاب جاي ياخد المهمه بتاعته. قال له اتمنى لك اقامه سعيده وحياه. لا في انتظار جدوه في المسرح مثلا بكت او اللي هي في انتظار البرابره القصيده العظيمه بتاعت كفافس البديله اللي بتنتظر البرابره فطلع الحاكم والحاشيه بتاعته والشعب كله سعداء بالبرابره بس البرابره ملوش طلع ملوش. قالوا يا خساره كانوا حل من الحلول اللي هو الغياب تحقق المدينه الفاضله على الارض او غياب تحقق الاهداف على الارض. وكل الادب العظيم هو رحلات الى المستحيل يعني كلها رحلات الى المستحيل. فده تماشى مع احساسي الوجودي او يعني اقتناعي بالفكره الوجوديه في الفلسفه ان احنا بنتولد غرباء بدون اراده وبنموت غرباء بدون اراده. محدش ليه اراده في الولاده ولا في الموت. انا دايما بقول ان بعد الروايه في الكاتب يعني او في عالم من العدم مش شايف حاجه كل اللي حواليه يعني عدم لانه عاش اجمل ما يمكن اثناء الكتابه. حتى الاشرار حلوين يعني حتى الاشرار في الكتابه حلوين مش عشان الشر عشان الرسم الفني بتاعهم الشخصيه الفنيه. يعني احنا مثلا مين ما يحبش محمود المليجي ولا زكي رستم ولا عادل ادهم عملوا ادوار الشر مرعبه بنحبهم كلنا للاداء مش للشر للتقمص الشخصيه مش للشر. حاسس بيعمل زيه؟ احنا عندنا للاسف حاله من عدم الفهم مش عايز اغلط للادب انك لما تعمل شخصيه وحشه يقول لك انت قاصد. انا مش قاصد انا بعمل انت والله على الصدق الفني مش قاصد وانا مش مسؤول. هي اللي جات لي ورغبتني وعملت ده. زي ما بقول لك احنا بنحب الاشرار اكتر ناس محبوبين في الادب هم الاشرار من اول الشيطان لغايه عادل ادهم لان مرسومين كويس مش لان فعلهم كويس. يعني هو انا من النوع اللي بيحب لما يكون وجهه نظري يعني لما اكتب في التاريخ الخيال ممكن يكون موجود طبعا ما بيروحش الخيال ابدا بس انا اخد القارئ اللي هناك اخليه يعيش روح العصر مش التفاصيل روح العصر نفسه اللي هو فيه الروايه. يعني مش ميال قوي للروايات الرمزيه ان انا اعمل روايه عشان اقول ان الزعيم ده هو جمال عبد الناصر او الزعيم ده هو فلان او كده وبتاع القديم يعني او دي فلسطين الاندلس او كده وبتاع. الرموز دي مش ميال ليها قوي. انا ميال لمتعه العصر نفسه. ولذلك مثلا لما عملت في الاحد يعني في اسكندريه رجعت كل المعلومات وفي نفس الوقت فيها خيال رهيب فيها خيال رهيب جدا. خيال اللي انا عندي حب الولد المسلم مع البنت المسيحيه صداقه مجد الدين ودميان موت مجد الدين دميان في الاخر وصعوده للسماء زي ما رجس كل دي خيالات الكتابه بتخلي الواقع فن. فالخيال مهم جدا في الكتابه. انا دلوقتي ما عنديش باحساس عندي احساس بان مفيش طرف للوقت. اي ناشر حديله الثلاثيه يعملها مش على بعض هيقول لي ست شهور على الاقل بين الواحده والثانيه. انا مش ضامن اي حاجه في حياتي. فانا قلت اعملهم مع بعض في كتاب واحد. وشفت كمان كاتبه عامله ثلاثيه برضه بتاعت المماليك. ريم بسوني. وانا حتى قلت لها لما شفت الناس اتشجعت عاملاها في مجلد واحد فاتشجعت. لكن الاحساس الاساسي ان انا ما عنديش طرف الوقت. لذلك مثلا انا كنت بكتب الروايه وان شاء الله على سنتين ثلاثه. دلوقتي لا ببعتها على طول. وكنت زمان بكتب الروايه في 5 6 سنين شاب. فمش احساس وعندي احساس بالطرف الوقت ويعني لو حصل اي حاجه يعني الناس مستنيه روايات يعني. لكن دلوقتي لا بعاوز بقيت اشتغل. كنت زمان بكتب في الصيف بس كنت بكتب في الصيف والنهار غير زمان بكتب في الشتاء بس وبالليل. دلوقتي بكتب في الصيف وفي الشتاء وبالليل وبالنهار لان الوقت خلاص مداهم الواحد يعني. وده احساس طبيعي يعني بطلعه في كتاب. انتهى الجزء الثاني والاخير من حوارنا مع الكاتب ابراهيم عبد المجيد. وممكن تقروا الحوار كامل على موقع المصري اليوم وكمان تسمعوه كامل على بودكاست المصري اليوم.